اهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه اليوم السابع في كل مكان من داخل شادر الخضروات والفاكهه بمركز كوبومبو بمحافظه اسوان، احد اكبر الشوادر الخضروات بصعيد مصر. رصد اليوم السابع مدى استقرار اسعار الخضروات والفاكهه ومعدلات ضخ الخضروات والفاكهه بشادر كوبومبو، حيث رصد اليوم السابع زيادة معدلات ضخ الخضروات والفاكهة بالشادر واستقرار كافة أسعار السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والبطاطس، كذلك توافر أنواع عديدة من الفواكه. كما أجرى اليوم السابع جولة بالكاميرا داخل السوق ورصد معدلات البيع والشراء. كما يبدو في التقرير أحد الشاحنات التي تقوم بضخ أجولة البطاطس إلى داخل الشادر. ماشي معاك الحق سيد ابو دياب. الحق سيد ابو دياب. الله يخليك يا فندم. الحمد لله رب العالمين، الاسعار يعتبر مستقره تمام الحمد لله. البطاطس الحمد لله ثابته، البصل ثابت يعتبر اسعاره احمر وابيض كله. كم توصل اسعار البطاطس؟ البطاطس من 5.5 و6. ده جمله من جمله. 5.5 و6 البطاطس موجودة حاليا؟ كارة نكهة حمراء كلها. نعم؟ كارة. اسمها كارة؟ من أي مكان تجيبها؟ تجي من بحري من المنصورة. من المنصورة. كارة كارة وفي دايمونتا كله. ايه ثاني كمان؟ دايمونتا. دايمونتا؟ اه. ده نوع من البطاطس؟ نوع من البطاطس. الطماطم اسعارها برضه مرتاح من 40 لغاية 60 يعني. 40 لكم؟ من 40 ل 60. من 40 ل 60. اه حسب الجودة. 40 ل 60 ده العداية. اه العداية. 25 ل 24 كيلو. وحسب الجودة طبعا. حسب الجودة من 40 ل 60 جنيه. الطماطم موجودة حاليا في السوق بلدي يعني وكسر روك. في كسر روك وفي بلدي. كسر روك؟ كسر روك اه. وبلدي. اه. كذا نوع بقى انا ما في اه المشغال عندي يعني اه. البطاطس والبصل البصل الابيض في من 2.5 وفي بصل ب 3 جنيه و3.5. حسب الجودة. حسب الجودة برضه. أنواع البصل موجود في السوق؟ معظمه بلدي. معظمه بلدي. اه. مزروع بحري ولا في؟ في بحر وفي هنا. اه بتاع بحر الثورة حاليا هو ماشي اسعاره 3.5 يعني. يعني بشكل عام كده اسعار السلع. الحمد لله اسعار ثابتة تعتبر اه الحمد لله. اسعار السلع بشكل عام الحمد لله مستقرة وثابتة. ارتفاع طفيف طيب ولا حاجة مثلا؟ لا الفاكهة بس ممكن. بعض انواع الفاكهة. ثابت اه يعني فوق وتحت بس تحت اكثر. معدلات الضخ الحمد لله كويس. في نقص في اي سلع؟ لا الحمد لله كل حاجه موجود الحمد لله. آه الحمد لله كله موجود كله موجود. معدلات الضخ كويسه يعني. الحمد لله الحمد لله. شكرا جدا يا ما شاء الله. اي خدمه. بارك الله فيك. الله يخليك يا باشا.